تعالي حرجتني مع المدرب. صار الالتحام اشتباك بسيط و get the hell out of here. Really? You don't care about the team, do you? اللي صار اني انا بدافع عن نفسي وعن الفريق. دافع عن نفسك خالد؟ انت اسأت لنا وللنادي اساءة كبيرة. انت لازم تتحمل تصرفاتك هذه نتائجها بسبب تهورك. الحقيقة شرف كبير لنا يا كابتن انه واحد يعني محترف ومشهور زيك يوافق انه يدرب يعني نادي زي نادينا. بس صدقني انت لما تشوفهم راح تحبهم. اوكي يا شباب، شكلنا داخلين دوري ولازم نفوز، وعشان نفوز ابى اطبق كل خطه اقول لكم عليها. ابى كل شيء عندكم، مفهوم؟ نص 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 كفايه. تبدا بيك انت، رايك؟ ارجع مع الكوره، ارجع. يس، اديني حضن. تروح مع الهجمه وترجع مع المرتده، اوكي؟ وانا ما ادري ايش يقول على الكوره. انا انا مو قلت الطقم الاحمر؟ هذا مو احمر؟ لا هذا مو احمر. انقلب.